السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملك وكتابة، حلقة في توقيت مهم، حلقة أعتقد ينتظرها الكثيرون من جماهير النادي الأهلي وعشاقه، لكن يغيب عنا فيها النهاردة الزميل العزيز الكبير المهندس عادل القيعي لظروف صحية طارئة، إن شاء الله يرجع بكل سلامة الحلقة اللي جاية إن شاء الله، لكن مكانه مشغول بقامة أهلوية أخرى كبيرة وأيضا جديرة بالاهتمام والمتابعة، الإعلامي الكبير الإهلاوي الأستاذ حامد عز الدين. منور يا حامد. أهلا بيك، ده نورك يا إبراهيم. أهلا بيك في ملك وكتابة. دي على فكرة تاني مرة. لكنك النهاردة في في كرسي ال لا 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 دي تاني الشريك. مرة. لا تاني مرة. أنت تدبسني. ايوه في كرسي الشريك. في كرسي الشريك تاني مره. في عمر ملك وكتابه، لانه هذا البرنامج اللي حقق نجاح كبير جدا من خلال فكرته، من خلال الاداء العالي الاعلامي العالي صاحب الصوت العاقل الحكيم اللي تبادلته انت والمهندس عادل القيعي، ايقونه عشق النادي الاهلي اللي انا بدعو له بالسلامه والعوده السريعه، لانه هيبقى صعب ان انا اقعد تاني. يعني كلاكما قيمه كبيره جدا في الاعلام وفي حب الاهلي، ولو كان البرنامج له رصيد عند الناس فانا برجعه دايما وابدا الى انه احنا بنحاول بقدر الامكان نقف في منطقه فيها صدق شويه مع الجمهور. يعني لا مش صدق شويه، ال- 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 الحقيقه ال- ال- اساس النجاح دوما في الاعلام هو الصدق. صحيح. يعني لو اكتشف الناس انك تكذب يبقى انتهيت. صحيح. لو جريده نزلت منشط خاطئ هتلاقيها تاني يوم، مش هتستنى وقت طويل، وطبعا التجارب كتيره وفيها قصص كتير. صحيح. فالصدق هو الاساس. انا دوما اقول لو قلت لي انك صحفي فساتعامل معك على انك صادق. صادق، لانه لو غير كده انت ممكن يعني مش الشغلانه دي بقى، هتودي الدنيا بقى. مش الشغلانه دي. طيب بهذه المناسبه كتير بيلح علينا ضروره الرد والتعاطي مع ما يثار في الاعلام بشان النادي الاهلي وبشان مجلس اداره النادي الاهلي وبشان اوضاع النادي الاهلي. الحقيقه منهج ملك وكتابه الرد الدائم ومحاوله التصدي الى كل ما يمس النادي الاهلي هذا لا خلاف عليه، لكن اعتقد يا استاذ حامد حتى ملك وكتابه ما حدش هيفرض علينا توقيت معين او ميدان معين. نحن في النهايه نعبر عن كيان من اعظم الكيانات او المؤسسات اللي موجوده في مصر. صحيح. على مدى تاريخها. صحيح. وانا في مثل انجليزي كنت على طول ما بنساهوش كان بيقول ان البراميل الفارغه هي التي تحدث صوتا، تصدر ضجيجا اعلى. صحيح. عايز اضيف ليه النهارده مثل انجليزي ايضا بيقول ايه؟ بيقول انه غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. كمان مره، غضب الجاهل في قوله. نعم. وغضب العاقل في فعله. في فعله. في فعله. عشان كده النادي الاهلي حريص على وهو نعم العاقل طبعا، حريص على اتخاذ كل السبل القانونية في الأطر المسؤولة، القنوات الشرعية، الاحترام الدائم وأبدا لطبيعة النادي وقيمة النادي ورسالة النادي ودور النادي الوطني والمجتمعي. أعتقد كانت الكلمة واضحة جدا في الكلمة المهمة اللي وجهها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي لأعضاء وجماهير النادي الأسبوع الماضي، لكن في هذه الجملة ظهرت قيمة الأهلي المؤسسية، الأهلي كمؤسسة. يعني ما اعتدناش أبدا أنه كل واحد هيطلع برأي، عضو مجلس يقول رأي، مدير نادي يقول رأي، القناة تقول رأي، المجلة تقول رأي، هذا ليس هو النادي الأهلي. لا، هذا ليس هو المؤسسة. أيوة المؤسسة، يعني يحكمها رأي واحد وفكر واحد وتوجه. نعم، هي مجموعة الأجزاء في كيان واحد. ففي النهاية نحن جميعا بنعبر عن
النادي الأهلي طبقا لقيم النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي، لأن أنا بقول إنه ما أسهل أن تغضب، لكن ما أصعب أن تحدد من تغضب منه وكيف وإلى أي مدى وما هي الغاية. صحيح، الغضب المطلق يعني. علشان كده يمكن النادي الأهلي النهاردة وأعلن رسميا التقدم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللي برئاسه الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد بشكوى ضد قناة LTC وما ظهر أو صدر في أحد برامجها، برنامج نجم الجماهير اللي بيقدمه الزميل أبو المعطي زكي، وما صدر عنه ومنه بشأن النادي الأهلي ومجلس إدارته، لأن الأمر يتعلق باتهام بتحريض على شغب وعنف. طبعا مشكلة كبيرة جدا، اتهام خطير جدا، كان نتيجته تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ضد قناة LTC وبرنامج نجم الجماهير الذي يقدمه أبو المعطي زكي والذي يذاع على شاشتها بسبب حديثه بطريقة تسيء إلى النادي ومجلس الإدارة، وزعمه أن لديه معلومة مؤكدة أن أحد أعضاء مجلس الإدارة التقى مجموعة من قيادات الجماهير للاستقواء بهم والتطاول على المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية. وأكد النادي الأهلي أن مثل هذا الفعل مؤثم ولا يمكن أن يصدر من إدارة النادي أو مسؤوليه أو جماهيره التي تعي وتعرف كيان النادي وقيمته وتصر على احترام مبادئ وقيم النادي. وأشار الأهلي في شكواه إلى أنه كان لزاما على مجلس الإدارة أن يرفع هذه الشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ اللازم قانونيا تجاه ما أقدم عليه من محاولة تجدير السلم العام ومحاولة الزج بالنادي في ذلك. أنا أعتقد أن هناك خطوة أخرى بعد الشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهي الحقيقة الشكوى للنيابة العامة، لأنه أحدهم بن قوسين الذي يوصف بأنه إعلامي، اللي أنا قلت في الأول أنه يبقى المرادف للصدق، بيقول لديه معلومات مؤكدة أنه أحد أعضاء مجلس الإدارة تحدث إلى الجماهير. أنا ما أعرفش كيف أتحدث إلى الجماهير ما لم يكن من خلال برنامج، من خلال مقال، من خلال شيء عشان يبقى أتحدث إلى الجماهير. المص أكلمت 5 ولا 10 ولا 15، أين تم ذلك؟ إنها حالة من حالات الفلتان الإعلامي غير المسبوق في الإعلام المصري الخاص والإعلام المصري الوطني وما يجري هذه الأيام. يعني أنا لا أعتقد أنه جرى مثله من قبل. صحيح أنه هو كان دايما الناس يقولوا إيه، خليك حط الأهلي في جملة مفيدة هتبيع، حط الأهلي في جملة مفيدة هتجيب إعلانات، لكن تسيء للأهلي كل يوم بغرض والغرض مرض، يبقى أنت محتاج أن احنا نعاملك في إطار القانون كما أسلفت، ولكن بقوة كافية. ما حدث هو اتهام لإدارة النادي الأهلي بتحريض الجماهير. كيف ذلك إذا كان رئيس النادي الأهلي خصص الجزء الأهم من كلمته لجماهير النادي الأهلي بأنه نحن نشجع النادي الأهلي، لا علاقة لنا بأحد، وهذه ليست أخلاقيات الأهلي. لأن الأهلي هو هذا العمل المؤسسي المنضبط، علاقة الأهلي بجمهوره، منجدة رئيس النادي الأهلي لجماهير النادي الأهلي في ظرف مهم جدا نفكر حضراتكم به كما جاء في كلمة الكابتن محمود الخطيب في الأسبوع الماضي. في الأهلي بنقدر دايما نضيف بطولات على بطولاتنا، وبنكمل في التطوير سنة بعد سنة، والأجيال بتسلم بعض من غير ما نتنازل أبدا عن تقاليدنا، وهي دي روح الفانيلا الحمراء. الروح دي هي اللي خلت كيان الأهلي هرم مصر الرابع. انتصاراته من انتصارات مصر، وشموخه وكبرياءه من شموخ وكبرياء مصر، ودوره انه ينشر القيم دي بين المصريين ويرسم الابتسامة على وشوش المصريين.
5. ومن هنا رسالتي لفريق النادي الأهلي، انتوا قدامكم مهمة صعبة، بس انا عارف انكم قدها، مش بس عشان الماتشات اللي جاية، ولكن عشان انتم عليكم مسؤولية رسم السعادة على وشوش المصريين، وده اللي تعودنا منكم، ودي مسؤولياتكم، وده قدركم، وده قدر النادي الأهلي اللي من يوم ما بناها أجدادنا، ودي فرصتكم كمان الحقيقة انكم تكتبوا تاريخ جديد للمستقبل إن شاء الله. ومن هنا كلمتي للجمهور، الروح اللي اتكلمت عليها، روح الفانيلا الحمراء، مش بس في فريق الأهلي أو لعيبة الأهلي أو إدارة الأهلي، الروح دي كمان في قلوب جماهير الأهلي، الجمهور اللي كان لما بينادي علينا يا جماعة وإحنا بنلعب كنا بننسى الحقيقة أي تعب، بننسى أي إصابة، كان بيصح فينا روح الفانيلا الحمراء وبيخلينا يعني نحقق المستحيل أو نحاول تحقيق المستحيل، كان بيخلينا ما نفكرش في حاجة غير إزاي نسعد الجمهور العظيم ده. الجمهور ده بيثبت كل يوم إنه جمهور واعي جدا وجمهور ذكي جدا وجمهور مفيش في إخلاصه حد، في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير، في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير، عمر جمهور الأهلي ما تخلى أبدا عن الأهلي، وفعلا جمهور الأهلي هو حمى الأهلي. الجمهور ده احنا اتحرمنا منه للأسف في مدرجاتنا بقالنا سنين طويلة، عشان كده من أول يوم لمجلس الإدارة أو عند توليه مجلس الإدارة هذه المسؤولية كان من هدفنا أو أهدافنا الأولى إن الجمهور يرجع تاني مدرجات، وقمنا بمقابلات كتير مع أجهزة الدولة المختلفة عشان نرجع الجمهور للمدرجات ونرجع تاني نلعب في استاد القاهرة، الاستاد اللي شهد أعظم انتصاراتنا واللي شهد على أن يكون نادي أهلي نادي القرن الأفريقي ومن أكبر أندية الشرق الأوسط، وحققنا فعلا تقدم كبير في اتصالاتنا دي إن احنا إزاي الجمهور يرجع، ولعبنا في شهر مارس لو حضراتكم فاكرين أول ماتش على استاد القاهرة، مارس اللي فات أول ماتش على استاد القاهرة، وافقنا إن نبتدي نلعب ولو بخمس ألاف متفرج بس، مشجع بس، خطوة ونبني عليها خطوات تانية لغاية ما يرجع تاني الاستاد يتملي بمئة ألف متفرج. أنا أعتقد كانت الرسالة واضحة من الكابتن الخطيب، ولما يتكلم رئيس مجلس إدارة النادي في هذا التوقيت المهم لكل الجماهير الكبيرة فهو ده الموقف المسؤول، وهو ده الرأي اللي بيعبر عن ما يحتاجه الأهلي من جماهيره في هذا الظرف، وما يتوجه إليه مجلس إدارة النادي الأهلي لهذا الجمهور في هذا التوقيت. فما أعتقدش أبدا ممكن حد يزايد مع الأهلي عن علاقة مجلس إدارة النادي الأهلي بالجمهور أو عن إدراك كل أعضاء مجلس الإدارة لهذا الدور الوطني والمجتمعي للنادي الأهلي في هذه الظروف بالذات. أعتقد قيمة الأهلي، كبرياء الأهلي، شموخ الأهلي يا أستاذ حامد كانت كلها مضامين مقالة مهمة لصديقك العزيز الكاتب اللي ممكن تعتبره مفكر فيلسوف، أنت أول من أشرت إلينا به، نعم، الأستاذ صلاح سالم، واحد من مفكري هذا العصر بحق، وبنبارك له على حصوله على جائزة الدولة في التفوق الأسبوع الماضي، ومن قبل هو الحائز على جائزة الدولة التشجيعية أيضا. الكاتب الصحفي الفلسفي والمفكر صلاح سالم كتب في الأهرام الثلاث اللي فات مقالة مهمة جدا بعنوان كبرياء الأهلي وكرامة الأهرام. شوفوا يعني قبل ما المشكلة تثار وقبل ما النادي الأهلي يتحدث وقبل ما رئيس النادي الأهلي يخاطب جماهيره، تحدث هذا الكاتب المفكر عن كبرياء الأهلي في الأهرام في مقالة ثقافية مهمة جدا يا أستاذ حامد. نعم يعني هقول لكم بس المدخل بتاعها واسيب الكاتب الأستاذ حامد عز الدين يعلق. بيقول الأستاذ صلاح سالم: الأمم ليست أجسادا صلدة أو كتلا مصمتة، بل تكوينات حضارية تصنعها ثقافات، مثلما تتبلور في مؤسسات وكيانات تعطيها المعنى وتمنحها الشخصية
وإذا كانت مصر قد تمتعت بالشخصية الأكثر عراقة في التاريخ وثراء في التركيب، فإن ثمت كيانات انعكست عليها تلك الشخصية أكثر من غيرها، فصارت مثل بصمتها الوراثية أحد أسرار عبقريتها. فالأزهر الشريف مثلا هو المؤسسة التي رعت وسطية الإسلام وصاغت نموذج التدين المصري المتسامح، وجامعة القاهرة هي المنارة التي تشكلت على أساسها حداثتنا، حيث درس فيها ودرس بها جل رموز الاستنارة المصرية. ومؤسسة السينما ضمن الفن المصري عموما مثلت دور النافذة التي نفذ منها شعاع نمط الحياة المصري. أما الأهرام فلم تكن مجرد صحيفة، بل مؤسسة طليعية احتضنت رواد الفكر والإبداع الذين أسهموا بقوة في صوغ المجال الحيوي للعقل المصري وتحديد نمط اشتغاله. وأخيرا بيقول الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح سالم في الأهرام، سيبني أكمل أنا، أخيرا بتاعتك أنت، أخيرا أيوه، يأتي النادي الأهلي الذي نشأ قبل 111 عاما كناد في قلب حركة وطنية، امتلك شخصية حكيمة كشخصية مصر، وقاعدة كبيرة بامتداد أرضها وانتشار أهلها، صنع تاريخا رياضيا حافلا يشبه تاريخها العريق، ولعب دورا ملهما في محيطها العربي يوازي دورها السياسي والثقافي. فكما نجد أحزابا ناصرية في بلدان عربية عديدة، بعضها أقوى في بلاده من قوة الناصريين هنا، حملت أندية عديدة في 7 بلدان عربية اسم الأهلي، حتى كان الأشقاء يلقبونه بالأهلي الكبير قبل أن تتغير الظروف والأحوال فيكتفون بتسمية الأهلي المصري. الحقيقة هذه الفقرة في مقالة الأستاذ صلاح هي تقريبا توصيف لما أجمله الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، صحيح، عندما قال إن شموخ النادي الأهلي هو من شموخ مصر، عظمة النادي الأهلي من عظمة مصر، قوة الأهلي من قوة مصر، عنفوان الأهلي من عنفوان مصر، كرامة الأهلي من كرامة مصر. وأعتقد أن الرسالة كانت شديدة الوضوح، أنه الأهلي هو جزء صغير عمره 111 عاما من عمر مصر بآلاف السنين، ولهذا لا يمكن أن تكون هذه المؤسسة الوطنية جدا المصرية جدا سببا في إثارة أي أنواع من الفتن، لأن الذين يثيرون الفتن هم الأقزام. الأقزام. طيب أستاذ صلاح سالم، الحقيقة تحدث في هذه المقالة كثيرا عن قيمة الأهلي وكرامة الأهلي وشموخ الأهلي وعظمة الأهلي، عظمة المقال وعظمة الجائزة. نهنئ الأستاذ، يدعونا إلى تهنئة الأستاذ صلاح سالم. أستاذ صلاح أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. أهلا بيك وتحياتي وتحيات الأستاذ حامد عز الدين. أهلا بيك أستاذ إبراهيم. ربنا أستاذ صلاح، خليني أبارك لك الأول على جائزة الدولة في التفوق. الحقيقة ربما كنت تستحق التقديرية كمان، مش جائزة التفوق بس، إن شاء الله جاية بإذن الله حاجزينها له. ربنا يخليك أستاذ إبراهيم، ربنا يبارك فيك ويخليك، وتحياتي للأستاذ حامد عز الدين ضيفك العزيز وصديقي. هو من المنحازين ليك بعنف، يعني هو دايما يقدر كل هذه القامات. الحقيقة ربنا يخليك ويخليك، سعيد بيكم وجماعتكم. انا بعتقد ان احنا عايزين نسمع من الاستاذ صلاح هذا الربط الرائع بين الاهلي ومصر والاهرام المؤسسه، انا بضيف لها واهرامات الجيزه. لانه الكابتن الخطيب وصف النادي الاهلي بانه تحول الى ان يكون على الاقل لدى جماهيره الملايينيه الهرم الرابع في مصر، وهو وصف يستحقه بالتأكيد النادي الأهلي.
حضرتك تعالى بالتاريخ المحض، انه نادي الاهلي كمؤسسه عمره الان اطول من عمر ثلاث ارباع دول العالم الممثلين في الجمعيه العامه للامم المتحده. هذا بالتاريخ المحض. اما عن القيمه، هو تاريخ حافل في الانتصارات في كل تقريبا كل مجالات الرياضيه. هو مؤسسة لا تمتلك فقط العراقة بل تمتلك الفعالية، وهو بيمتلك الفعالية بفعل طبيعة التكوين وطبيعة النشأ، لأنه المؤسسات في معادلة حياتية اسمها معادلة العراقة بالحداثة. في كيانات كل ما بتكبر وتقدم بتشيخ وبتهرم، ودي سمة للأسف كل مؤسسات عديدة في مصر كانت عريقة وأدت دور فعال في لحظة تاريخية، لكن بفعل تقادم مرور الأيام وتقادم الأزمنة وتغيرات العصور وتحولات الأوضاع والسياقات، فعل كثير من الاستبداد كثير من الفساد بتفقد بريقها وبتفقد قدرة على لعب أدوار. عبقرية الأهلي أنه حقق نقطة توازن في معادلة العراقة والحدث. هو كيان عريق بكل ذلك، عمره أطول من عمر كثير من الدول في الإقليم وفي العالم، لكنه هو أيضا كيان حديث لأنه امتلك معنى الحرية وقيمة الديمقراطية اللي خلت كل عصر مش عبء على العصر اللي قبل بل إضافة إلى العصر اللي بعده. النادي الأهلي بيديره مجلس إدارة آخر، كل هذه المجالس جت وراحت وذهبت وآتت وأقامت وأنشأت وانتصرت وأحيانا انهزمت ثم رحلت وتجددت بفعل إدارة الجمعية العمومية للنادي الأهلي، اللي أنا شخصيا أسعد أن أكون واحد من أبنائها اللي شاركوا في عدة مناسبات في اختيار رؤساء مجالس إدارات. ساعدت بإنجاز بعض، ألمت أو تألمت بخسارات البعض، ولكن في كل الأحوال إزاء مؤسسة عريقة جدا قادرة على أن تتجدد من داخلها وأن تنجز الكثير وتضيف إلى كل ما أضافه مجالس الإدارات الأخرى. أستاذ صلاح، أنت أشرت في مقالة سابقة ليك عن قيمة روح الفانيلا الحمراء وإزاي هي تمثل إرادة النصر التي تحتاجها ربما كل الشعوب الراغبة في البناء. إزاي تقدر تشير لهذه القيمة في هذا الظرف الرياضي اللي الأهلي بيمر بيه؟ اعتقد انه انا مره كتبت مقاله قلت فيها انه في العاب بتعتمد على الاراده، في العاب اخرى بتعتمد على الزمن، يعني في تنافس رياضي في بعض الالعاب محكومه بزمن معين، نص ساعه ساعه والشوط بيخلص. لما بتتعثر في البدايات يبقى عندك حدود للنهايات، ما تقدرش ترجع كتير. لكن في العاب تبقى معتمده على الاراده زي لعبه التنس او السكواش اللي هي بالنقطه. ممكن لاعب عنده الاراده والرغبه والقدره يتوقف، يبقى هيخسر الماتش والمجموعه والجيم على ويتبقى له نقطه واحده، لكن يقدر يرجع ويكسب الشوط ويكسب المجموعه ويكسب اللقاء، لان هي اللعبه هنا مش لعبه زمن ينتهي، هي لعبه اراده. اذا سلم انه انكسر انه هزم ينتهي اللقاء، لكنه إذا لم يسلم أنه هزم تبقى الشعلة حية ويستطيع أن يستعيد نفسه ويقهر الآخر. عبقرية الأهلي أنه قدر يحول لعبة الزمن في كرة القدم هي بالأساس لعبة زمن، أنه هو يحولها لعبة إرادة، فبقتش 90 دقيقة بالنسبة له هي المجال. ممكن الدقيقة 91 والدقيقة 92 والدقيقة 93 والدقيقة 94 زي جون أبو تريكة الشهير. لما بتحول لعبة الزمن إلى لعبة إرادة بتبقى الهزيمة، الشعور بالهزيمة أو الشعور والرغبة في الانتصار وليدة إرادتك الذاتية، الزمن هنا ما بيبقالوش قيمة كبيرة. صحيح. عشان كده أحيانا البعض بيفسر ليه الأهلي بيكسب في الوقت الضايع، والبعض بخفة شديدة بيقول إنه في الآخر الحكام بتجامله، أو إنه دايما الأهلي محظوظ فدايما بيصادفه التوفيق في اللحظات الأخيرة، ومش قادرين يفهموا أو يستوعبوا أو يدركوا إن هم وبينتصر في اللحظات الأخيرة، لأن اللحظات الأخيرة هي عمر الإرادة. الإرادة غالباً لا تمثل عامل حاسم في البدايات، لأنه في البدايات الكل يكون جاهز،
الكل يكون مستعد، لكن طول الاستعداد على طول الوقت وفي لحظات النهايات يبدو الطرف الأكثر جاهزية والأكثر استعدادا هو الطرف المريد والقادر على أن يقلب الكفة لصالحه، وهذا غالبا ما يحدث في النادي الأهلي. أنا طبعا بعد التوضيح الجميل للدكتور صلاح، أنا أعتقد أنه كلمة فوز وهزيمة ما بتنطبقش مع الأهلي. الأهلي قد يخسر لكنه أبدا لا ينهزم، لأنه كلمة هزيمة تعني الانكسار، والأهلي أبدا لا يعرف شيئا اسمه الانكسار. الأهلي لا يعرف اليأس، اليأس ليس أهلويا، ده قاموس النادي الأهلي، وده اللي هيفضل بيه النادي الأهلي دايما فوق فوق فوق، نسر عالي بيحلق في الأجواء، بأساس اتبنى على مدى سنوات طوال، رغم أنها 111 أنا شايفها أكثر بكتير من 111 ألف سنة. إن شاء الله يا أستاذ صلاح مزيد من التفوق ومزيد من الإبداع، ومستمتعين دايما وأبدا بمقالاتك الحقيقة اللي بتثري بيها حتى فهمنا للرياضة. يمكن الإعلام الرياضي قاصر عن التعبير عن قيمة ما يتخصص فيه، فدايما وأبدا بنشتاق إلى مثل هذه الرؤى الحقيقة. الحقيقة إن شاء الله الأهلي ككيان يزداد عراقة ويزداد تجددا ويزداد انتصارا، ونفرح كلنا بيه بكرة إن شاء الله، ونسعد ونهنئ الجماهير، وأنا شخصيا متفائل وأهنئ الجماهير من الآن بفوز كبير غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. وألف مبروك للجائزة، وموفق دايما وأبدا. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ صلاح سالم الفائز بجائزة الدولة في التفوق، وعضو النادي الأهلي، وواحد من عشاق الأهلي بفكره. الأمر يختلف. أشرت أنت للإعلام. أنه الإعلام فين؟ الإعلام فين من حاجات كتير جدا. أنا بتكلم على الإعلام بصفة عامة. أيوه. لكن الإعلام الرياضي حتى لم يعد يصلح الحديث بشأنه، لأنه أنا لا أدري ماذا يفعل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. هل يحتاج إلى أن نتقدم إليه بشكوى؟ طب ماذا يفعل هذا المجلس؟ أليس مجلس لتنظيم to organize الإعلام؟ يبقى لابد أن يكون عندك، وهذا أنا النهاردة أبلغته للصديق العزيز أستاذ أحمد سليم الأمين العام للمجلس، أنا قلت له لازم يكون عندكم مونيتورينج، عندكم مراقبة لما يجري. إذا كانت المراقبة صعبة عشان بيشتغلوا بالليل، والمفترض عندهم لجنة برئاسة الأستاذ فهمي عمر، لجنة لمتابعة وضبط إيقاع أداء الإعلام الرياضي. ما أنا هي منبثقة عن المجلس الأعلى. حتى الأستاذ، ما هو ثانية واحدة بس، الأستاذ مكرم محمد أحمد يعني القامة الكبيرة جدا جدا، الرجل يعني عمره 85 سنة. صحيح. الأستاذ فهمي عمر بارك الله لنا في عمره، تخطى الكثير. لابد أن تكون هناك مجالس، أجهزة تتولى هي المتابعة، تتولى عشان تسجل، عشان يبقى رد فعل. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس أنه ينتظر من النادي الأهلي أن يشكو لأن أحدهم يعني اتهم مجلس إدارة النادي الأهلي بالتحريض، إنها فتنة يثيرها إعلام. طب متى يتدخل؟ هيستنى بعد بكرة؟ ده المباراة بكرة. يعني أما يحصل ده النهاردة، أنا أرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يسارع بتشكيل جهاز اسمه كده جهاز المتابعة، يحطوا له 6-7 شاشات عشان يقعد يشوف، فيشوف الناس اللي بتغلط، فتعرف ان الجماعة جاهزين في نفس اللحظة في خلال 24 ساعة هيطلعوا يقولوا مش محتاج من أخطأ شكوى. واحنا اللي من غير شكوى، لكن تقول لي اكتب شكوى، انا 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 امال انت بتعمل ايه؟ اما انا اللي هكتب شكوى، انا هكتب شكوى للنيابة العامة، يعني لانه الجرم كبير مقدم زي ما صدر في الجرم كبير، فده نيابة عامة. لكن المجلس الأعلى للإعلام هو الذي عليه أن يحاول أن يحول دون حدوث مثل هذه الجرائم.
الإعلامية التي يرتكبها بعض الذين دخلوا الإعلام في الزمن الرديء؟ بقت موضة الأيام دي شراء الوقت في بعض القنوات. نعم يعني نعم يعني تعرف أني أعرف بالتفصيل. مساحة مؤجرة وفيها يعني مؤكد ما فيهاش الحد المناسب من الضوابط. الحقيقة أنه القانون رقم 8 لسنة 97 لتنظيم العمل في المنطقة الإعلامية الحرة فيه كل الضوابط التي لا يتم الالتزام بها، ولا يوجد من يلزم هذه المؤسسات على الالتزام بها. نحن إعلام بلا رخصة، والإعلام الرياضي مش بلا رخصة ولا رخصة توك توك. أنا أريد أن أعرف، نحن الآن نطالب، لأن التوك توك بقى كتير في حواري مصر المحروسة، فبنطالب بأنه لازم الراجل ده ياخد ترخيص. طيب الراجل اللي ممكن يخبط واحد بتوك توك فيضحك، يعني لأن التوك توك ده كله قد كده، ونترك من يجلسون على مقاعد قادة الإعلام بدون رخصة. إنهم بدون رخصة. ما هي مؤهلات حضرتك؟ من الذي اختبرك وقال أنك تصلح للتعامل مع الماس كوميونيكيشن، مع الجمهور الذي لا تعرفه؟ أليسوا هؤلاء الذين أسقطونا وكادت تكون حربا بين مصر والجزائر بسبب مباراة كرة؟ لأنه من كانوا يديرون المشهد الإعلامي كانوا جاهلة. وقلتها لأحدهم واتهمني ان انا بقول ان هو بيفكر بحذائه. انا ما قلتش كده، بس انا بقول هل تعلمت؟ انا مش عايزك تبقى خريج اعلام تخصص اذاعه ولا تلفزيون ولا تخصص صحافه، ولكن على الاقل تحصل على دوره تدريبيه تقول لك خطوره وجودك في هذا المكان. صحيح. والان الخطوره يا استاذ ابراهيم اشد، اصبحت مضروبه في عشرات الالاف. صحيح. من المرات. صحيح. ليه؟ لانه بقى في يوتيوب وواتساب ووسائل تفاعل تانية، وسائل تانية بتركز على الخطايا. بالظبط. بتركز على خطايا البورنو الإعلامي. بالظبط. دي خطايا كبيرة ولابد من أن نوقفها وبسرعة. إذا كان الإعلام الحكومي بصفة عامة لديه تقصير كبير جدا، فإن الإعلام الرياضي يستحق الإعدام. الإعدام. نعم. لأنه المسؤول عن 99% من الخطايا. 99% من الخطايا ما حدث، وحضرتك كنت شاهد من شهداء. صحيح. ما حدث في معسكر المنتخب. المنتخب. المنتخب الوطني في كأس العالم كان بسبب إعلاميين. إعلام. إعلاميين يتسابقون في ذلك التوقيت المهم على من يحصل على سبق صحفي، أي سبق وأي صحفي، اتركوا لاعبيكم يركزون قليلا. اللي حصل ده عشان إيه؟ عشان أجيب إعلانات، وعشان أبيع لمين، وعشان أجيب فلوس منين؟ لعن الله الفلوس التي دخلت إلى النفوس. هنرجع لملف الإعلام، لأن الحقيقة فيه الكثير من المناطق اللي محتاجة فعلا نتوقف قدامها بشيء من البحث والتأني شوية. لكن في المشهد الأهلاوي النهاردة ما يخص جماهير النادي الأهلي ويهمها ويسعدها أيضا، سعي النادي الأهلي لتدعيم صفوفه، حرص لجنة الكورة على عقد وإبرام بعض الصفقات المهمة لتلبية الاحتياجات الفنية سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، لأنه الحقيقة الخط الاستراتيجي للجنة الكورة شغالة بيه إن هي بتدعم في حسابات المستقبل. الناس مش واخدة بالها إنه الأهلي وهو بيبني أو هو بيدعم فرقته دلوقتي باصص لبكرة والبعده والكام سنة لقدام. عشان كده هتلاحظوا الأعمار السنية اللي بيدعم بيها الأهلي صفوفه كلها عناصر في حسابات المستقبل، مع الكثير من التأني وانتقاء العناصر فعلا المؤهلة لتمثيل الأهلي. النهاردة حسم الأهلي صفقة صانع ألعاب أسوان مصطفى البدري، لاعب مواليد 98. عشان كده قلت لكم البحث دايما وابدا عن العناصر الشابه لاعتبارات مستقبل الفريق. اللاعب حضر النهارده لمقر النادي مع الكابتن محمد فضل مدير اداره التعاقدات، اللي الحقيقه المهندس عادل القيعي وهو بيتابع كل هذا العمل شديد الاهتمام بالاشاده بالكابتن محمد فضل، ويمكن
جزء من دور عدل القيعي انجاز مع حفظ الالقاب في هذه المهمه كمستشار للتعاقدات في النادي، خلق مثل هذه الكوادر المهمه جدا ايضا لمستقبل النادي الاهلي. انت مش بتدعم بس الفرقه، انت بتدعم بالكوادر، كوادر المستقبل اللي تقدر فعلا تشعر جماهير النادي الاهلي بالامان على فرقتها باستمرار. فالكابتن محمد فضل ابرم النهارده وانهى الاتفاق مع نادي اسوان على اجراءات انتقال مصطفى البدري صانع الالعاب مواليد 98 للنادي الاهلي، وحضر اللاعب للنادي. معنا على الهاتف عضو مجلس اداره نادي اسوان ايضا اللي كان بيمثل نادي اسوان في هذه التفاوضات، الاستاذ تامر بونتو عضو مجلس اداره نادي اسوان والمشرف على اكاديميات الكره باسوان. يا استاذ تامر اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك، تحياتي وتحيات الاستاذ حامد عز الدين. اهلا بيك يا استاذ حامد عز الدين، انا سعيد بسمع صوتكم والله. ربنا يخليك. اهلا بيك. مصطفى البدري، مين مصطفى البدري بالظبط؟ حاوي اسوان. مهاجم اسوان. حاوي اسوان. حاوي اسوان، للدرجه دي يعني موهبته عاليه. جوهر يا فندم، صدقني ربنا يعلم عليك. يعني ده اكبر من سن امكانياته، اكبر من سن فوق ما تتخيل. مواليد 98 هو مش كده؟ بالظبط يا فندم، مواليد 98 من ناشئين نادي اسوان. من ناشئين النادي، هو من ابن اسوان برضه مش كده؟ اه يا فندم، من كومبو. من كومبو. قول لي المفاوضات مشيت ازاي بقى؟ والله يعني اكيد احنا بنتعامل مع مصر المحترمه زي النادي الاهلي، ما مشيت بقمه الاحترام وقمه الالتزام في كل حاجه. يعني مجهود جبار جنبي الكابتن عادل القيعي صراحه، وكل له كل احترام. زي ما انت حضرتك قلت من شويه، يعني طول ما في الاستاذ عادل القيعي وبعد كده كمل الاستاذ محمد فضل، يعني الامور ماشيه في سياق محترم، ويعني قمه الالتزام والاحترام في المعامله في الكلام وفي كل حاجه بقى. يعني ابتدى معانا الكابتن عادل القيعي الاتصال بنائب رئيس النادي كابتن مجدي سبالك، وتم علم بكل التفاصيل لرئيس النادي سياده اللواء احمد سليمان وبالمجلس بالاجماع، والامور مش سهله يعني، واي تعامل مع النادي الاهلي بيبقى سهل وفي مرونه وفي احترام يا فندم. كان عندكم عروض من انديه ثانيه؟ نعم كان عندنا عروض، بس احنا التزامنا بالكلمه ده اللي ما ينفعش احنا كاسوانيين طبعا نقول كلمه ونرجع فيها يا فندم. وموقف مصطفى كان ايه؟ رغبه النادي الاهلي لا شك، ما تكذبش عليك يعني، برضو من الحاجات اللي يعني اللي خلتنا نبص على يعني مصلحه النادي ومصلحه اللعيب. رغبته الفنيه، رغبته يلعب في النادي الاهلي وعرض من سموحه وعرض من الزمالك، فاهم ازاي؟ يعني برضو احنا برضو قلنا يعني نمشي المصلحتين في خطين متوازيين، مصلحه النادي ومصلحه اللعيب. كان عندك عرض من الزمالك وعرض من سموحه وعرض من الاهلي. بالظبط يا فندم، ورغبه اللعيب يعني يعني اذا قلت عندك مصلحه النادي مشت موازيه مع مصلحه اللعيب يعني. طبعا رغبته كانت انه يلعب في النادي الاهلي يعني. تسلم الاهلي الاستغناء مش كده؟ بالفعل واحنا استلمنا كامل مستحقاتنا بالكامل. واللاعب وقع خمس سنين بالفعل يا فندم، يعني بامانه بجد احنا بنهدي مصر اولا وجماهير النادي خاصه جوهر اسمها مصطفى البدري ان شاء الله. قول لي مصطفى مواليد 98، يعني بنتكلم في 20 سنه، بيلعب في الفريق الاول من امتى؟ بيلعب في الفريق الاول من عمره 20 سنه، كان انضم ايام. بقاله كام سنه هو في الفريق الاول عندكم؟ بقاله سنه. ودي السنه الثانيه. انتوا كنتوا جايبينه من نادي ثاني ولا هو مدرسه الكوره عندكم؟ لا هو كان من مدرسة من كومبو، وكان انتقل لناشئين كومبو في الفترة بتاعت حسام عراب اللي كنا في الدوري الممتاز. برضه إدارة كيما، كانت إدارة محترمة يعني جبناه من نادي كيما. الموسم اللي كان فيه حسام عراب اللي كنا في الدوري الممتاز، لعب نص موسم مع حسام عرابي في الدوري الممتاز، والموسم اللي فات بالكامل كده ليه سنتين فريق أول. في الفريق الأول. سنتين فريق. هو صانع لعب ولا مهاجم صريح؟ صانع لعب يعني، بيحب يميل للطرف الشمال. في الشمال يعني بامانه مش مجامله عشان انا ابننا، لا يعني احسن لعيب في مصر يعني يلعب بالكوره ويجري بالكوره يعني شبه محمد صلاح في الجزئيه بتاعت الموهبه دي يعني.
ان شاء الله ربنا يوفقه ويكون اضافه كبيره للاهلي والمنتخب باذن الله. ان شاء الله. يعني ده واحنا نتمنى يعني برضه الاهلي يعني طول عمره بيدي ايد العون لكل الانديه ويعني يعني معامله محترمه ومعامله مميزه والدفاع تم بحذافيره يعني بجد مش يعني ربنا يسهل يبقى نجم مصر ونجم النادي الاهلي ويشرف بلده ويشرف ناديه ويشرف نفسه. ان شاء الله. يعني خلينا نتكلم بواقعيه دي يعني زي ما بيقولوا يعني ضغط العذر اتفتحت لازم يستغلها لازم يفهم ودلوقتي ايه انتقل لمرحله ثانيه خالص يا فاهم ازاي؟ مرحلة يعني يا يكون او لا يكون يعني. لا ان شاء الله يكون ويكون في احسن حال باذن الله وتمنياتنا لاسوان بالتوفيق دايما ان شاء الله. استقبله في ضمه في النادي الاهلي مع ناس محترمه ومع ناس حافظ على لعبتها على ابنائها في كل حاجه وانا سعيد ان سمعت صوتك استاذ ابراهيم. شكرا شكرا جزيلا. استاذ حمد عز الدين ولكل المشاهدين ان شاء الله. شكرا للاستاذ تامر بونتو. عضو مجلس إدارة نادي أسوان وأعتقد كلام مبشر جدا عن لاعب بينتقل للنادي الأهلي 20 سنة إضافة كويسة في كلام الأستاذ تامر عنه أنه ده الحاوي أو جوهرة أسوان. لا إن شاء الله إحنا يعني إضافة للي بنقوله على تركيز الأهلي على المستقبل إحنا محتاجين أيضا الفترة الجاية وده اللي طلبه الكابتن محمود الخطيب من لجنة الكورة احنا محتاجين جدا انه الجواهر اللي عندنا والمواهب اللي عندنا تتاح لها فرص حقيقية للسطوع. أيوة. فده هو اللي هيحصل الفترة الجاية بالتركيز جدا على ان فريق الامل إن يعني نحيي فريق الامل في النادي الاهلي بانه الفرقه اللي هي 20 سنه فرقه الشباب سيتم تنظيم مباريات لها في المحافظات المصريه المختلفه تلاعب الفريق الاول للمحافظه اللي بيلعب سواء كان في درجه اولى في ثانيه لكن تبقى المنافسه قويه وان شاء الله قناه الاهلي تبقى تنفرد بنقل مثل هذه المباريات عشان نشوف النجوم الجداد. ايضا في نفس السياق يمكن اقترب الأهلي كثيرا من إتمام التعاقد مع عمار حمدي صانع ألعاب نادي النصر يمكن في بعض الأمور التفاوضية بشأن حقوق الوكلاء لم تحسن بعد لكنه عمار حمدي ربما يكون قريبا من الأهلي بينما مصطفى البدري خلاص لبس الفانيلا الحمراء. الأسبوع الماضي الكابتن عادل القيعي وهو قاعد مكانك قال لك أحسن صفقة الأهلي عملها السنة دي محمد فضل. صحيح محمد فضل الحقيقه انا متابعه طبعا من ايام ما كان لاعب لكن طب قول الو قول الو عشان ما نقعدش اكتر من كده. كابتن محمد بسلم على حضرتك طبعا استاذ ابراهيم واستاذ حامد طبعا بسلم عليكم جدا علي صوتك شويه يا محمد انا مش سامع. بسلم على حضراتكم جدا استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا كابتن اهلا بيك. اهلا بحضرتك وطبعا يعني كلام كابتن عدلي طبعا يعني كابتن عدلي براند في لا عقودات طبعا وفي كل حاجه لكن ان شاء الله باذن الله دايما نشوف نادينا في احسن حال على طول يا رب ان شاء الله. لا انت الحقيقه صفقه مطمئنه لمستقبل الصفقات في الاهلي الحقيقه يا كابتن. حلو التعبير. والله حضرتك مش كده يعني لا والله خالص الواحد مش فاضي خالص ولا لا 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 يعني زي ما احنا متعودين اللي بره بيشتغل اكتر من اللي جوه. صحيح. في حاجات الناس ما بتبقاش عارفه طبعا ولكن في الاخر احنا ان شاء الله على طول يبقى باذن الله احنا موجودين. باذن الله. يعني احنا للاسف انا يعني عاوز اقول لك حاجه بس استاذ ابراهيم. يعني نقطه انا يعني لازم اقعد اكررها كتير. اقول للجماهير يا جماعه العبره مش بالكم. ايوه. ايوه لازم تثقوا في الناس اللي موجوده احنا عندنا فرق كويسه الحمد لله. بالظبط. عناصر كويسه. عندنا قائمة أفريقية، عندنا قائمة محلية، عندنا بنبص لحاجات مش لازم كل يوم نطلع نقول، يعني لازم جماهير النادي يعني تبقى واثقة في مجلس الإدارة طبعًا، تبقى واثقة في الناس اللي مسؤولة على التعاقدات، تبقى واثقة في اللجنة الفنية، تبقى واثقة في كل حاجة، أتمنى إن يبقى دايمًا الكلام الكتير يبقى الفعل قليل. إحنا ما بنحبش مش عايزين نتكلم، إحنا عايزين نتكلم نشتغل وما نتكلمش كتير. بالظبط. أتمنى الناس تبقى فاهمة بس وعندها ثقة فينا. وباذن الله دايما احنا ماشيين في تراك معين من زمان هو نفس التراك على فكره مش خالص بنتغير ولكن الفكر واحد طبعا بيتطور الفكر ولكن طبعا في خبرات وفي افكار وفي شباب وفي كل الحاجات دي موجوده الناس عارفاها واحنا ماشيين فيها فاتمنى ان شاء الله بس ان يعني الناس تبقى فاهمه قيمه النادي الاهلي في كل حاجه.
يا كابتن محمد. محمد ده حضرتك. الاستاذ ابراهيم يعني ايه ضحك عليا بانه قال لي قول الو. انا الحقيقه ما كنتش عايز اقول الو، انا كنت عايز اعطيك كان عايز اقول لك شابوه. كنت عايز، لا انا عايز اديك جزء من 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 حقك ليس بما تحقق، لكن انا بتكلم على الثقافة العالية، انا بتكلم على الفهم العالي للكرة، انا بتكلم قبل كل شيء على اخلاق النادي الاهلي اللي يعني فيك من ساسك لراسك. وكم اسعدني انه يظهر محمد في محمد فضل كجزء من العناصر المؤثرة في إدارة الكرة في النادي الأهلي، وإن شاء الله النادي الأهلي يستفيد بيك، وإن شاء الله تبقى كل يوم عن يوم بتحقق للنادي الأهلي الأفضل. تعرف أنا عايز أفتكر حاجة بمناسبة الكابتن محمد فضل. الدكتور محمد علي الله يرحمه كان مسك منتخب الناشئين تحت 17 سنة اللي كان هيلعب في كأس العالم 97، فاختار ناشئ من نادي الصيد محمد فضل زهران اللي النادي الأهلي ضمه وقتها. نعم. فشوف انت من وقتها اعتقد كان ايام الدكتور محمد علي، كابتن محمد مش كده؟ طبعا دكتور محمد علي الله يرحمه، وكابتن شاوي غريب بالظبط كان مساعد معاه يعني كابتن شاوي. طبعا راجل دكتور محمد علي الله يرحمه ده راجل مهما الواحد اتكلم في حقه ما يمكن من الاسباب اللي حببت الواحد في كره القدم طبعا، وعرفت يعني ايه احتراف، يعني ايه تبقى انت صغير وعندك اهداف معينه. الله يرحمه طبعا مش مدرب، ده كان اب لينا كلنا فعلا بمعنى الكلمه. هو شيء بشيء يذكر يعني على قيمه الصفقه حتى وانت ناشئ، يعني لما جيت الاهلي وانت ناشئ جاي بتفضل الاهلي وجاي منتمي للاهلي محب للاهلي، ومن لحظتها يمكن حتى تاكيد المهندس عادل القيع النهارده وهو بيحكي لي عن جهودك في الشغل الفتره اللي فاتت قال لي لا محمد فضل هو الصفقه الحقيقيه فعلا. والله انا اقول حاجه، مش موضوع، او انا عضو في نادي الاهلي من قبل ما العب كوره، من قبل ما اتولد. ابويا الله يرحمه مستشار فضل زهران، واحد من رجال القضاء الشوامخ الله يرحمه. كان هي النقطه حضرتك ان الواحد مش موضوع ان انا يعني عضو، او ممكن تبقى عضو في نادي الاهلي ومش عارف تخدمه، او ممكن ما يبقاش عندك النقطه النهاو في الوظيفه نفسها. واحد بيعمل الكلام ده باخلاص بحب، لسه احنا ما فيش حاجه بدات خالص، ما فيش حاجه اتعملت، لسه احنا قدامنا كتير جدا، عندنا افكار. الحاجه اللي انا اقدر اقول لحضرتك عليها يعني، ودي رساله للناس بسيطه جدا يعني اوديها، انا بقول لحضرتك يا جماعه احنا شغالين بتفكير وتطوير وشكل مختلف تماما 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 عن اي حد في القاره المصريه. انا ما كنتش عاوز اقول الكلام ده، بس انا بقول الكلام اللي انا الناس بتسال وعاوزه تعرف التراك اللي احنا ماشيين فيه. احنا ناس الحمد لله معانا ناس كويسه جدا، عندهم رؤى كبيره جدا، احنا شغالين بحاجات زي الانديه العالميه، لما بنيجي نبص للعيب بنبص بحاجات معينه، بنبص التقييم اللي في مصر تقييم للاسف خاطئ جدا، سواء في النواحي الماديه او حتى في المراكز او حتى في قيمه اللعيب، القيمه التسويقيه، كل الكلام ده احنا بنعدله واحنا قادرين على الكلام ده الحمد لله كنادي. احنا بنعمل حاجات تانية خالص، احنا عندنا الحمد لله بنعمل افكار في الكورة مش قادر ان انا اتكلم عليها دلوقتي، ولكن كل الحاجات دي هتظهر للناس والله العظيم، بس اتمنى ان الناس يبقى عندها ثقة، اتمنى يبقى بكرة باذن الله يوم خير على جماهير النادي الاهلي باذن الله. احنا بنفكر في حاجات كتير جدا يا استاذ ابراهيم، ما ينفعش نتكلم فيها كتير جدا، ما ينفعش نتكلم فيها يعني دلوقتي حاليا ولا عموما بعد التجارب، لكن يكفي ان احنا نقول للجمهور اطمنوا جدا جدا على الاهلي الواقع دلوقتي وعلى مستقبله القريب كمان. الناس تطمن دايما، ولاد الاهلي او ناشئين الاهلي او لعيبه الاهلي دولت كلهم كويسين جدا، بنثق فيهم. يمكن ان حضرتك اتكلمت على صفقتين، ما انا عايز بقى اتكلم على مصطفى البدري وعلى عمار حمدي. قول لي الاول عمار حمدي اخباره ايه لاعب النصر؟ موجود باذن الله، كل حاجه الحمد لله تمام، واحنا ما يعني حضرتك ما بندخل احنا ما بنحبش نتكلم، الحمد لله كل الامور تمام، ولد واعد ربنا يكرمه، كان حاجه وبعد ما يعني ما بقى ليه مستقبل باذن الله مع النادي الاهلي هيبقى حاجه ثانيه خالص. مطلوب منه انه يعمل جهد كبير جدا، مطلوب ان هو يحط اسمه في سجلات لعيبه النادي الاهلي، كل الكلام ده هو معروف وهو عارف، واحنا حاطين
خطط معينه وفي لجنه كوره وفي مدير كوره وفي جهاز كوره وفي في حاجات كتير جدا احنا بنشتغل مش نطلع نقول للجماهير يا جماعه في 1 2 3 4. كل حاجه مدروسه. النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، النادي الاهلي اسمه لوحده يكفي انك تعرف الحاجات الكواليس اللي جواه. ايوه. لكن انا بقول حاجه يا استاذ ابراهيم والله العظيم احنا ما بننامش. انا بقول لحضرتك بجد انا ما بنامش، انا من ساعه ما يعني ما الحمد لله الواحد كل او يعني بقى في الوظيفه المسؤوليه دي انا ما بنامش. مش انا بس، انا وكل الناس اللي بتشتغل احنا هدفنا واحد ان احنا الفريق ده يبقى في مكانه كبيره جدا. وده مش حاجه مننا على النادي، لكن هو ده حق النادي علينا. ايوه ايوه. فعمار حمدي كانت في بعض المواقع اتكلمت انه في مشكله مع بعض الوكلاء مأجله المساله، تم حلها؟ سياسه النادي الاهلي ان احنا ما بنتعاملش مع وكلاء، لكن بنتعامل مع وكيل خاص باللاعب يعني. ايوه بالظبط. انا ما بتعاملش مع وكيل ان هو يدخل يجيب لي لعيب، لكن اللعيب دايما اي لعيب حضرتك يا استاذ ابراهيم بيبقى ليه وكيل حد. أيوة. يمثله. ايوه. فساعتها لما بيجي بيمثله في التفاوض. أيوة. لكن انا ادخل في مشاكل او ادخل في حاجات مع وكيل لا يمكن، سياسه النادي واضحه جدا. فلا طبعا ما فيش اي حاجه خالص خالص من الكلام ده. لو حضرتك عاوز يعني تمام اقول قرارات الاهلي، انا بقول لحضرتك اللاعب كل حاجه الحمد لله تمام، النادي كل حاجه تمام، علاقتنا بالنادي كويسه الحمد لله، ما بندخل في حاجه بندخل فيها صح بشكل محترم. لو لقينا ان في حاجه فيها شكوك بنبعد جدا، حصل قبل كده في مواقف وضحت للناس، ولما لقينا ان في شك في حاجه معينه بعدنا تماما ووضحنا للناس بشكل محترم وبشكل احترافي. انا بقول لحضرتك كل حاجه الحمد لله تمام. تمام. عمار حمدي لعب في النادي الاهلي لمده 5 سنين، تمام؟ باذن الله ان شاء الله. وايضا مصطفى البدري 5 سنين. عمار كم سنه؟ عمار كم سنه يا كابتن؟ مواليد 99. 99 يعني 1/98 و1/99، 19 سنه و20 سنه. ان شاء الله لانه نعم. والاثنين بيلعبوا في الفريق الاول مش كده؟ لعيب الفريق الاول. احنا في مصر باصين ان لعيب الفريق الاول بنتكلم من اول 20 21 سنه. من اول 17 سنه بتبان شخصيه اللاعب. صحيح. وشكل اللاعب عامل ازاي. صحيح. احنا عندنا حاجات معينه، مش معنى ان اي حد ينضم للنادي، طبعا انا مش عاوز اتدخل في الناحيه الفنيه، بس انا بقول رايي مش كراجل مسؤول في النادي الاهلي ولكن كمحلل. ايوه. انا بقول لحضرتك اللاعب مش شرط ان هو ما يدخل النادي الاهلي يكون متواجد بشكل اساسي، احنا ممكن يبقى عندنا خطه معينه. وممكن تبقى اي حاجه، الخطط دي ظهرت في منتخب انجلترا. ايوه. في منتخبات كبيره جدا. ايوه. احنا ممكن يكون عندنا نفس ممكن تغيرها مختلفه، ممكن تطوير مختلف، كل حاجه وليها حاجه. لكن انا اتمنى من الناس يا جماعه اطمنوا على رقم واحد، يا جماعه خليكم مركزين في ناديكم، النادي الاهلي دايما لما يجي بيبص لقدام ما بيبصش لجنبه ولا وراه. احنا باصين لقدام فقط لا غير، ما فيش حاجه بتشغلنا غير الطريق اللي قدام بس. باذن الله كل التوفيق يا كابتن. اتمنى ان شاء الله. اتمنى الرساله تكون وصلت في اللي انا بقوله بالذات في اخر حته، احنا باصين لقدامنا فقط ولا بنبص جنبنا ولا وراه. تمام واضح جدا. جمهور الاهلي زي ما كابتن خطيب قال، جمهور الاهلي حماه. باذن الله دايما وابدا يا كابتن. شكرا جزيلا لكابتن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي، واعتقد طمن حضراتكم تماما مصطفى البدري لاعب نادي اسوان السابق مهاجم الاهلي وصانع العابه الجديد، تعاقد معه الاهلي رسميا لمده 5 سنوات وهو من مواليد 98. ايضا عمار حمدي صانع العاب نادي النصر وهو لاعب موهوب وظهر مع النصر كتير وكان محل تفاوض واهتمام عدد من الانديه لكنه فضل الاهلي زي ما مصطفى البدري فضل الاهلي. الاثنين عناصر شابه جدا وقع للاهلي لمده 5 مواسم، اعتقد هو ده البناء للمستقبل يا استاذ حمدي. طبعا، وعشان كده انا اعتقد انه وجود المدرب بحجم خبره الكابتن عادل عبد الرحمن اللي عين الكابتن الخطيب ركز بعد نجاحاته في السعوديه انه أيوة. هو يبقى مسؤول عن فريق الامل اللي كان مسؤول عنه ذات يوم الجنرال جوهري الله يرحمه. لكن في ملاحظتين انا خدت بالي منهم دلوقتي وانا بتفرج على التقرير المصور اللي كان يعني مع كلام الكابتن فضل. أيوة. هو انه
عدد الوجوه الجديدة من شابة. نجوم الأهلي الشباب اللي منضمين الكوادر جوة الشابة. الكوادر الشابة دي حاجة مهمة جدا في وجود فضل حسام غالي، خالد بيبو، أنا شايف عدد كبير يعني ما شاء الله. في وجود قامات بقى بالنسبة للتعاقدات والتسويق زي المهندس عادل القيعي، نسبة لكرة القدم زي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لكرة القدم، هو انت هتلاحظ فتحي مبروك وكابتن شطة موجود معاهم. النقطة التانية اللي أنا استغربت لها إنه المنطقة بيبو. المنطقة اللي الناس موجودة فيها، وطبعا خالد بيبو واحد من مدير الأكاديميات، الاجتماع كان بيضم كل هؤلاء مع الكابتن الخطيب. كابتن الخطيب من ساعة ما تولى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي بقى مكتبه، لأنه هو ربما يكون أول رئيس في تاريخ النادي الأهلي يحضر الأهلي كل يوم من الصبح لغاية بالليل، فكان المكتبة المخصصة كما كان لمجلس الإدارة بقت مشغولة طول الوقت. الجزء الثاني أنه لم يكتفي بيها بس خد مكان تاني، فبدأ اجتماعات الكابتن الخطيب المتتالية طول الوقت تاخد كل الدور التاني في المبنى الاجتماعي لنادي الأهلي في الجزيرة. فأنا هبقى أقول له بس إيه يعني رايح. قسم شوية عشان إحنا لسه مش ملمي. طيب إذا كنا طمننا حضراتكم على ترتيب اهلا بحضراتكم من جديد. بكره مباراه مهمه، ولما قالوا مصيريه انا اعتقد ما بلغوش. مصيريه يعني يتوقف على نتيجتها مصير الاهلي في البطوله. الاهلي اكثر انديه القاره حصولا على دور الابطال، واكثر انديه العالم تتويجا بالالقاب عامه، في موقف لا يحسد عليه. تخيلوا ان الاهلي من 6 نقاط عنده نقطه واحده يا اسحامد. انا عشان كده مباراه بكره هتبقى يعني سويتشنج بوينت، هي نقطه التحول وانطلاق. الفريق جاهز جدا بمعسكر كرواتيا، واضح تماما انه بدا يبقى في كثير من التناغم بين الفرنسي كارتيرون وبين اللعيبة وبين بقية الجهاز، وعلى رأسهم الكابتن محمد يوسف اللي عارف كل حاجة عن الفرقة وباقي الجهاز المعاون. اللعيبة بتبذل مجهود، لكن يبقى أنا من وجهة نظري دور جمهور النادي الأهلي، دور جمهور الأهلي الإيجابي. دور جمهور الأهلي غدا هو روح الفانيلا الحمراء الحقيقية، إنه هو يشعلها داخل نفوس وبالتالي أرجل وعقول وتركيز لاعبي الأهلي للخروج من هذا المأزق اللي وضعنا أنفسنا فيه، بأن احنا اتعادلنا على أرضنا مع الترجي وخسرنا من كامبالا سيتي في مباراة شوطها الأول أنا عندما شاهدت قلت مفروض يعني كنا نبقى كسبانين 4 وتوقعت، ولكن سوء توفيق، سوء حظ، جزء من القدر، لكن هذا ما حدث. فنحن الآن في نقطة بعدها تصعب العودة، لأن دي المباراة الثانية للنادي الأهلي على ملعبه، وإحنا أخذنا بونت من ستة. لا وجود ولا يجب أن يكون هناك وجود لأي تفكير في أمور أخرى سوى أن نهتف للأهلي، حتى يفوز إن شاء الله. عشان كده كان إدراك الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لأهمية المباراة ولصعوبة الظرف. حرص الكابتن محمود الخطيب على زيارة اللاعبين في معسكر الإسكندرية لتحفيزهم وطلبهم بروح الفانيلا الحمراء، اللي حتى الكابتن الخطيب في كلمته اللي ألقاها الأسبوع الماضي كلاعب توقف عند روح الفانيلا الحمراء، توقف عند إرادة النصر، توقف عند أهمية تركيز اللعيبة في تحقيق هذا الهدف لتخطي هذا المأزق. الأهلي أنهى مرانه الرئيسي استعدادا لهذه المباراة. شهد المران محاضرة فنية من جانب الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللي بيدير أو بيقود الأهلي في أول مباراة رسمية له، ولعلها أول مرة
قيادة فرنسية للنادي الأهلي في تاريخ الكرة الأهلوية، ومن حسن الطالع إن هي جاية مع تتويج فرنسا ببطولة العالم. الاجتماع الفني الخاص بهذه المباراة حضروا من الأهلي كابتن محمد يوسف المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، والمهندس سمير عادل المدير الإداري، والكابتن ماهر عبد العزيز إداري الفريق. شاهد الاجتماع تجديدات من مراقب المباراة على الفريقين بالحضور للملعب قبل بداية المباراة بـ90 دقيقة، والتنبيه على جميع اللعيبة بعدم الاعتراض على التحكيم. المباراة بيديرها طاقم حكام جزائري. في المؤتمر الصحفي اللي عقد للمباراة حسب الشركة المنظمة أو الراعية للبطولة، تحدث كارتيرون عن مباراة تاونشيب وصفها بأنها صعبة ومصيرية، وقال إن احنا لدينا مهمة صعبة للغاية، نحتاج فقط للفوز وحصد النقاط الثلاث. وأوضح المدرب الفرنسي إن الجهاز الفني واللعيبة استفادوا كتير من معسكر كرواتيا في ظل الأجواء الرائعة اللي أقيم فيها هذا المعسكر، وأشار إلى أن جميع المباريات الخاصة بالأهلي تبقى صعبة دائما، وقال إنه قدر المدير الفني اللي بيتولى تدريب بحجم وقيمة النادي الأهلي إنه يواجه دائما وأبدا مثل هذه الصعوبات وهذه الضغوطات. قال أنا بالنسبة لي قبلت عرض الأهلي بحثا عن الإنجازات والبطولات، وقال إن أنا بتطلع لتعديل مسار الفريق في البطولة الأفريقية هذا الموسم وتعويض النقاط التي خسرها في الجولتين الأولى والثانية. كلام مهم جدا يزيد من أهميته لما نتذكر أن هذا المدرب هو من قدم زيمبي الكونغولي من قبل للفوز بدور الأبطال، وحصل معه على تاني بطولة العالم للأندية. الحقيقة هذا المدرب من المدربين الجيدين جدا، وأهم ما فيه من وجهة نظري هو تقديره واحترامه الكبير جدا لاسم النادي الأهلي. أيوة. أن هو سيكتب في تاريخه أنه تولى منصب المدير الفني للنادي الأهلي، وحرصه كان واضحا للغاية، وإحنا شفناه وهو بيدرب هنا، وشفناه وهو بيدرب مازيمبي، وكان عامل معاه يعني مش بس نتائج، لا كمان كان عروض قوية. وبنتمنى له بالتأكيد التوفيق مع النادي الأهلي، اللي معاناته الرئيسية من وجهة نظري هو وجود حالة من السيولة في كرة القدم المصرية، في سيولة، تحس ان في رمال متحركة. صحيح. حاجة كده عجيبة. صحيح. احنا فيها وربنا يسأل وهنخرج. هي حالة الرمال المتحركة فعلا ادق توصيف. كارتيرون قال ان انا حطيت ايدي على نقاط القوه والضعف في تاونشيب البوتسواني، تعرفت عليه بشكل جيد، شفت فيديوهات لهذا الفريق، مطمئن على جاهزيه النادي الاهلي، وقادر اقول ان احنا ماشيين في الطريق الصح، يبقى التوفيق باذن الله في المباراه. تحدث ايضا عن تتويج فرنسا بلاده بكاس العالم، فقال فرنسا استحقت التتويج باللقب بعد ان قدمت بطوله رائعه، خاصة أنها تمتلك لاعبين صغار في السن، وهو ما يدعو الجميع لضرورة التركيز على الناشئين، ولعله بيشير إلى تجربة الأهلي والنزول بمعدل الأعمار السنية داخل الفرق. وأوضح كارتيرون أنه كأس العالم كان حماسيا للغاية هذه المرة، وأن القوة والإثارة غلبت على الأمور الفنية في بعض الأحيان، ولكن في النهاية بيقول كارتيرون فاز باللقب من استحق التتويج به. الحقيقة كارتيرون تصريحاته مهمة، لكن أنا بالنسبة لي ببقى سعيد أما أسمع تصريح صادر عن عاشور قلب الأسد. حسام عاشور قال إحنا جاهزين، أنا بطمئن لكابتن النادي الأهلي حسام عاشور اللي فاز وحده بعدد بطولات يعادل 3 أضعاف أكبر منافسي النادي الأهلي. عاشور قال في المؤتمر الصحفي كان جنب كارتيرون، قال انه الاهلي سبق له ان تعرض لنفس الموقف في بطوله افريقيا 2013، اما تعادل مع الزمالك في الجوله الاولى وخسر امام اورلاندو 3-0 في الجوله الثانيه، لكن في الجوله الثالثه استعدنا زمام الامور بالفوز على ليوبارك كونغولي في الجوله الثالثه خارج ملعبنا، وقطعنا خطوات بعيده انتهت بتتويج النادي الاهلي باللقب في النهايه. وكان المدير الفني للاهلي وقتها هو الكابتن محمد يوسف،
الموجود كمدير للكرة، ودي نقطة مهمة لأنه شخصية قوية عارف كل اللعيبة، بالإضافة إلى خبرته العالية الفنية كمدير فني، فسيكون خير مساعد لمدير فني من العيار الثقيل. المباراة في أهميتها أنه هي مرتبطة بالمباراة التالية على طول، لأنه حسب نظام البطولة الجولة الثالثة مرتبط بها على طول الجولة الرابعة، الفريق اللي بتختم بيه الراوند الاولاني هو اللي بتبدا بيه الدور الثاني. فالاهلي هيلعب بكره ان شاء الله مع هذا الفريق البوتسواني، ثم المباراه التاليه على طول في بوتسوانا الاهلي هيسافر لتاون شيب عشان يلعبوا يوم 28 من هذا الشهر. فهي اسبوع واحد فيه ست نقاط مهمين جدا في مسار البطوله. عشان كده مجلس الاداره اختار أمين الصندوق الأستاذ خالد الدرندلي ليرأس بعثة الأهلي إلى بوتسوانا لأداء المباراة القادمة في الجولة الرابعة اللي هتبقى يوم 28 يوليو إن شاء الله. البعثة اللي هتبقى بعثة النادي الأهلي في بوتسوانا هتكون برئاسة أمين صندوق النادي الأهلي خالد الدرندلي، وإن شاء الله يبقى وجوده فاقل خير، ونكون خدنا 3 بونت هنا و3 بونت هناك، فنرجع من بوتسوانا 6 نقط في الصندوق، بست نقط في الصندوق ان شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي هيبدا الدوري بعد العوده ان شاء الله، ولجنه المسابقات قررت الموافقه على ان تكون مباراه الاهلي والاسماعيلي في افتتاح الدوري في الاسبوع الاول في استاد السلام الدولي بعد الامن موافق. وانا بتمنى جدا جدا انه الامن زي ما يوافق كده على الاستاد يوافق لنا على الجمهور، وهذه النقطه شديده الاهميه. الاهلي يلعب منذ سنوات الفلتان، منذ العام 2011 نحن نلعب بدون اهم سلاح عندنا وهو جمهور النادي الاهلي اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي اخر، والحكايه كده باخت ومسخت، لانه على فكره سوريا الدوري فيها بتلعب بجمهور، والعراق رغم الهيصه اللي فيها باستثناء البصره بتلعب فيها بجمهور. يبقى ايه اللي فاضل؟ اليمن اللي هي لم تعد دوله. احنا قادرين على ان ننظم، وقادرين على ان نعطي لكل ذي مسؤوليه مسؤوليته ونحاسبه عليها ونساعده بالتكنولوجيا بالإجراءات اللي هو لازم يتخذها جوه الملعب. مش لازم نبدأ على طول بجمهور مفتوح يعني بتيكتنج مفتوح، لا، احنا ممكن نبدأ ب10 وبعدين الأمور مشت نخليها 15 نخليها 20، لأنه هذا مش بس لصالح الكرة في الأندية ولكن ده لصالح الكرة المصرية. لأن احنا صحيح كانت في أخطاء من اتحاد الكرة بلا شك، وأخطاء من الإعلام، وأخطاء من بتوع الإعلانات، وأخطاء من الوكلاء، وأخطاء من كذا وكذا، لكن هؤلاء اللاعبين هم فقط اللي احنا قدرنا نلعب بيهم، لأنه مستوى اللاعبين اللي هنا وهم يلعبون كل مبارياتهم في صمت بالتأكيد لابد أن يتأثر سلبا. وإحنا المفروض على حد تصريح كان للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة قال انه احنا اخذنا تنظيم كاس العالم للهاندبول سنه 21، واخذنا تنظيم بطوله العالم للجمباز سنه 19، واخذنا تنظيم بطوله اخرى لسنه 22، فلماذا لا يكون من حقنا ان نحلم بتنظيم كاس العالم 32 ودوره الالعاب الاولمبيه؟ فحتى يحدث هذا أرجوك يا دكتور أشرف عودة الوضع الطبيعي بقى. أيوة، أن نعيد الملاعب إلى طبيعتها شيئا فشيئا. وأنا أعتقد أنه مصر الحمد لله استعادت الأمن بدرجة تكاد تقترب من 95 إلى 99% في كل أنحاء مصر باستثناء البؤرة البسيطة الكيلومتر اللي موجود في شمال سيناء، واللي سيعلن قريبا عن إخلاءها من هؤلاء الجماعة المدنسين. تديني عقلك؟ ادهوني. واحنا بنتكلم على الإعلام وعلى عشوائيات الأداء الإعلامي وعلى هذه الأوضاع الحقيقة غير المفهومة، لازم أنا أقول للأستاذ حامد اديني عقلك، اديني عقلك عشان أفهم اللي بيتقال. لما
ايمن اشرف حزين لانه كارتيرون استبعده وهيلعب بسعد سمير جنب كوليبالي. ده الكلام اللي قالته جريده المصري، انه ايمن اشرف حزين لانه كارتيرون استبعده وهيلعب بسعد سمير جنب كوليبالي. بس كمان جريده الاهرام المسائي قالت ان سعد سمير حزين برضه لانه كارتيرون استبعده وهيلعب بايمن اشرف بجوار كوليبالي. انا أتعرف. الاثنين من الصحف المسائيه والاثنين ضد بعض، والاثنين ده حزين، ايمن حزين لانه مش هيلعب، وفي الثانيه سعد الحزين هو اللي مش هيلعب. لا ده دي كمان المسا قالت انه ايمن اشرف في حاله نفسيه سيئه. الراجل راجع وكان مع المنتخب، والراجل الموسم اللي فات عامل واحد من افضل المواسم على وجه الاطلاق، ورجع للاهلي اللي هو بيته، مش هو جديد عليه يعني ولا حاجه. فقالت يعيش ايمن اشرف الظهير الايسر، وهو مش الظهير الايسر ده، هم قالوا ان احنا مختلفين، ان هو خلاص ده الخناقه على السيرف باك. حاله نفسيه سيئه بسبب خروجه من التشكيل الاساسي خلال الفتره المقبله ده كلها. بعدما استقر كارتيرون على الدفع بالثنائي سعد سمير والمالي سيف كوليبالي في الخط الخلفي خلال الموسم المقبل. يا ناس في حد بيقول كده؟ يعني الراجل قال دول هيلعبوا كل المباريات الجايه واستنى انت خالص، واستنى بره، استنى انت السنه دي. لو انا بقيت كويس ما مش هلعب. استنى انت السنه دي حقيقه. هو دي اللي انا كنت بقوله في الاول، كل كان دايما يقول لك حط اسم الاهلي في عنوان هتبيع. واخد بالك؟ حط اسم الاهلي تجيب اعلانات، خد لعيب من الاهلي تكسب في مش ممكن. فالوقت ايه اهم حاجه؟ ما هو خلي بال حضرتك، الصحافه دراما، الاعلام دراما. فالدراما عندما بقى ايه يصبح الدراما او الصراع فيها مجذوب، وعلى فكره والناس بتنسى. فاطلع اقول ان مين متخانق مع مين، ومين زعلان، ومين في حاله نفسيه سيئه، وعندما يثبت انه ايمن اشرف لا يلعب او سعد سمير لا يلعب، لا ده هيعتذر ولا ده هيعتذر. لا المسا هيعتذر ولا الاهرام المسائي هيعتذر. ولا والله القارئ، والله القارئ عاد بيفتكر كل حاجه، وهيكون حسابه عسير لهؤلاء الذين يمارسون اعلاما رياضيا فاشلا. طيب ده ما ورد في المسا وما ورد في الاهرام المسائي. لكن كمان في الوطن، حمودي وبركات بيرفضان الإعارة ويطلبان الرحيل المجاني من الأهلي. وكمان في الأهرام المسائي، الأهلي بيهدد الغاضبين، كوليبالي يفجر أحزان علاء وماهر، وكارتيرون يحذرهما من العصيان. يعني أنا متخيل أنه وفي المساء بسبب عدم القيد في قائمة الأهلي الأفريقية، الشيخ وحمودي وعمرو جمال وباكا غاضبون. أنا مش فاهم مين وزع على الناس أجهزة قياس درجات الغضب والرضا. يعني عايز أعرف القدرة دي جت منين؟ هل اتعمل استطلاع جسيت نبض وقست درجة الغضب عند كل اللعيبة دي؟ الطبيعي جدا إن أي لاعب ما بيلعبش هيكون زعلان، وإلا ما ينفعش يبقى لاعب، يبقى على الأقل فقد الدوافع الشخصية عنده إنه يلعب. لكن بالمناسبة مش النادي الأهلي لوحده اللي بيسجل 25 لاعب، كل الأندية اتفرض عليها 25 لاعب، ومش النادي الأهلي لوحده اللي مضطر يلعب في الملعب ب 11 لاعب، كل الأندية مش هتلعب إلا ب 11 لاعب. هل حد شاف بقيت لعيبة نادي الزمالك أو بقيت اللعيبة التانية اللي ممكن مش هتاخد فرصة؟ لو الناس فاهمة إنه في الموسم الجديد هنشتغل مع الأهلي في الأزرق بالطريقة دي، لا كده مش هتنفع الأمور. لو أنا كخطة بقى ممنهجة موضوعة ومدروسة إن أنا أخرب في فرقة النادي الأهلي، وأبدأ كل مباراة اللي ما بيلعبوش فلان زعلان وفلان مستاء وفلان حزين وفلان عايز يمشي وما عرفش يمشي يروح فين، يعني إيه لاعب القايمة أعلنت فبالتالي لا ده رافض الإعارة ورافض البقاء وعايز يمشي؟ ما أنا بقول لحضرتك بقت في سيولة في الموضوع، ففي إطار السيولة كل شيء يحصل. بس يا جماعة، أنا منذ سنوات طويلة كنت عضوا لمدة عام واحد
في ظل قيادة الكابتن عبد المجيد نعمان لرابطة النقاد الرياضيين أنا دخلت العضوية لأنه عبد المجيد نعمان وكان وقتها المقرر وكان في حمدي يعني قامات كبيرة كانت موجودة وقتها كان كل الرابطة تضم حوالي 35 يعني اللي نجح ب 23 صوت وكده. أنا أريد أن أسأل اليوم كم عدد هؤلاء الذين يحملون لقب صحفي رياضي بس؟ فهتلاقينا داخلين في أرقام مفزعة. الأرقام المفزعة دي 99.9% من الناس اللي فيها لا دارسين صحافة ولا لعبوا رياضة قبل كده ولا ليهم علاقة بالموضوع خالص. الحقيقة أهي بصراحة سبوبة. أنا آسف إن أنا بقول حاجات ما كنتش أحب أقولها، لكن السبوبة بقت وراء إيه؟ هو قاعد، أنا كان عبد المجيد نعمان الله يرحمه بيروح وهو كبير، يعني وهو رئيس تحرير الرياضة والشباب في أخبار اليوم، يروح الملعب عشان يتفرج بنفسه في ماتشات الأهلي الأفريقية الزمالك الأفريقية المقاولين، لما يكون مصاحب للفرق يروح بنفسه ويقعد في الملعب ويكتب اللي بيشوفه فنيا، لكن عمره ما قال بدا للسياء واضحا على وجه أحدهم فقد ألقى باللبان من بقه. مش ممكن. دي بقت الدليل بتاعك على ان هو زعلان. نقد المشاعر مش ممكن كده. في التفتيش عن المشاعر والتفتيش في النفوس لنا لكل الزملاء الجادين في ممارستهم وفي أدائهم كل الاحترام والتقدير. اذا كنا بننتقد مثل هذه الاخبار ومثل هذه الموضوعات اللي الحقيقه بتشي ببدايه موسم لعله يكون على السطح النقدي يحتاج الى الكثير من النقد. في نقد النقد ده هيكون دور ملك وكتابة مع موسم جديد. توقعوا ان احنا ابدا لن نتردد لحظة في الدفاع عن النادي الاهلي، ابدا مش هنفوت اي شيء يمس النادي الاهلي وحقوق النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي، لكن زي ما الكابتن محمود الخطيب قال النادي الاهلي دايما وابدا حريص كل الحرص على دور الوطني ودور المجتمعي. الأهلي بكرة على موعد مع مباراة مهمة جدا، إذا كنا تناولنا كل ما ورد في الإعلام من اهتمام بهذه المباراة يبقى الشق الفني مهم جدا. معنا ومعك يا أستاذ حامد بعد الفاصل الكابتن ربيع ياسين نجم منتخب مصر والنادي الأهلي واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية في العقود الأخيرة، لكن دايما وأبدا أنا الأهلي وبعديه الكابتن ربيع ياسين. كان والحاضر انا الاسم اللي هز جبال من الاول لحد الاخر هيفضل مصنع الابطال. انا ادي الحياة وتحدي ولسه عندي قوة وعندي اعدي الف سد وعدي اقوم واطلع وهد جبال. انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشيرتي في اليابان بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان في ضهري ومن سنين اواني كتير علشان انا الاهلي اللي صان العشره دهب مش عشره ولا بهتان. بدايتي وكانت كده بقيت في سنين كل ده ولسه في اكتر من كده سنين واهليه. اهلي اكمل كمان في ضهري كتير من زمان معايا جماهيري بتسلي مسموعة وجيل من بعد جيل بيسلم ورايته تملي مرفوعة. أنا النجم اللي فوق في العالي أنا اللي مفيش يدين وصلالي
انا روح الفانيلا الحمراء وانا الناس اللي عايشالي انا الاهلي اللي سابق دايما ودايما سكتي قصادي ومهما الدنيا بتعطلني بوصل برضو في معادي لا قدرت يوم ظروف تحبطني ولا صوت عالي بيسكتني انا صوتي اللي لف الدنيا ولسه بيعلى وينادي ايديكي وكانت كده كانت في سنين كل ده ولسه في اخطر من كده سنين وهنيها اهلي اكمل كلام في ضهري كتير من زمان معايا جماهيري بتسلي بيها ارتباط مستقبل الاهلي فماذا عن بكره؟ احنا بنتكلم للمستقبل البعيد شويه بنتكلم على عناصر شابه واعده جدا بتلعب في الفريق الاول كلهم في ناديه يعني جاهزين للاضافه مع الفريق الاول سريعا في الاهلي لكن ماذا عن بكره؟ بكره تحديدا ايه اللي هيجرى في برج العرب؟ هنسال الاستاذ حامد بعد الفصل.